أمس فعاليات الصالون الخاص بالنسوة الجزائرية المقاولات وصاحبة المشاريع الاقتصادية الهادفة، وذلك بقصر ثقافة مفدي زكريا. الصالون يدوم من 7 إلى 9 من هذا الشهر تحت عنوان المرأة في مسارات المقاولاتية، وذلك بمشاركة فنانات وحرفيات جزائريات، وهي مناسبة أيضا للاحتفال بالمرأة بطريقة خاصة. التغطية كانت لعبد الرحيم بونمري. عينت مجموعة من المشاريع الرائعة تستحق أن تكون مجالا للاستثمار الاقتصادي الثقافي. طبعا اليوم نحن نحتفل بالمرأة، ندفع بها إلى أن تكون فاعلة اقتصاديا، أن تتحرر ماديا كذلك، وأن تكون حاملة لمشاريعها. الثقافة تكون أحسن إذا أنثت، أكيد تكون أجمل بالنساء، وأكيد تكون أقوى من خلال مشاريع حقيقية. Cette participation est très importante pour nous. Donc depuis quand même ça fait une année qu'on a un petit peu disparu, on se voyait plus enfin à cause de ce de cette maladie. اليوم la thématique تاع هذا الحدث هذا nous la femme créatrice entrepreneur ou la micro entreprise. انا فرحت بزاف لانه ك يعني ممثله جزائريه و سيتويان الجيريان اللي ساكنه في الخارج حلوا لنا المجال هذا. Cette coopérative le 3/7/2012. من هذاك الوقت بدات لا كوبيراتيف تخدم. درنا دي عملنا دي زاتولي بور لا بروتيكسيون سيفيل. جي في سي جونغ دي زوفراج ديبي بلوس كو 30 ans. Et c'était surtout au début des chutes de tissus, des récupérations que je voudrais garder, que je voudrais faire quelque chose avec. نخدم طرز على القماش و ميم طون ندير الطرز على الجلد ونخدم دي قشبيات. Des robes pour les mariés. Nous sommes heureux de participer à ce salon parce que on veut que les gens sachent que c'est un art nouveau peut-être, mais pas si nouveau que ça dans notre culture. Voilà.